عسلمة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة Python for Absolute Beginners. اليوم نواصل سلسلتنا مع Python Dictionaries اللي من خلالها باش نتعرفوا على لي ديكسيونير دو بايثون. دونك خلينا نبداو. آخر مرة كنا تخدمنا لي توبل، والمرة هذه باش نموديفيو الكود متاعنا باش نستخدمو لي ديكسيونير ونكتشفوهم. مي قبل ما ندخلو ديريكتومون في الكود، خلينا نعرفو اش معناتها ديكسيونير. ديكسيونير هي عبارة على ليست متكونة من دي بير. شو معناتها دي بير؟ معناتها في كل إليمون، في عوض ما تكون عنا ليست بار اكزومبل، تكون عنا 1 2 3 باش تولي عنا الكي متاع كل فاليو. شو معناتها كي؟ معناتها باش تكون عنا لهنا المفتاح اللي باش نعرفو به الفاليو 1 بار اكزومبل، نقولو 1 وهذه المفتاح متاع 2. فوالا، دونك هذه بار اكزومبل المفتاح متاع 3. لكن لهنا ماناش باش نستعملوا لي كروشي هذوما، بينما باش نعملوا البريسز. باش نستعملوا البريسز اللي هما كيما هكا تتلقاوهم في الكلافيه متاعكم. سا ديبون تيو الكلافيه، دونك انا عندي في الكاتر وفي البلوس اللي فوق لونتري. فوالا، دونك الفرق كذلك اللي نحنا في الليست متاعنا لانديس اللي تفهمنا فيه قبل، قلنا اللي ديما لي ليست متاعنا يبداو من الزيرو. لهنا في عوض ما نستعملو لي زانديس باش نستعملو لي كلي، معناتها باش نكسيديو الفالور 1 باش نقراو الفالور 1 باش نفيشيوها، دونك باش نقراوها بالكلي متاعها اللي هو 1. دونك خلينا ننزلو اونتري. لهنا البي متاعنا هو دو تيب بالطبيعه ديكسيونير. فوالا، وكذلك حاجة مهمة لازم نعرفوها، اللي لي كلي ما لازمهمش يتعاودوا. شو معناتها؟ معناتها لهنا ما نجيش نحط 1 بار اكزومبل 1 ونجي لهنا نعاود الكلي متاعي 1. نجم نحط اي كلي نحبو، لكن ما لازموش يكون موجود في الديكسيونير متاعي. علاش؟ لانه لهنا ما عادش نجمو نفرقوا بين لي فالور. بار اكزومبل اذا عندنا 2 1، ما عادش نجمو نفرقوا بين دونك الفالور 1 والفالور 2 على خاطر عندهم نفس الكلي. دونك اذا نعملو بي توا ما عادش باش نلقاو الان الاولاني. علاش؟ خاطر ليليمون الثاني اللي في ديكسيونير متاعنا ياخو بلاصه الاليمون الاولاني. علاش؟ خاطر هما فرد كلي. لذلك في الديكسيونير متاعنا ما لازمناش نستعملو نفس الكلي. وقتاش نستعملو نفس الكلي؟ وقت اللي نحبو نعوضو الفالور كيما شفنا لهنا. بار اكزومبل اذا نحبو نبدلو الفالور متاع 2، شنو نعملو؟ نعملو بي، ولهنا في عوض ما نكتبو الانديس باش نكتبو الكلي. دونك الكلي متاع 2 هو 1، دونك نكتبو 1. دونك لهنا باش نعملو الافكتاسيون متاع الفالور متاعنا. بار اكزومبل في عوض 2 باش نردوها 5 او حتى 3، ميسالش. لي فالور ينجمو يتعاودو، مي لي كلي ما ينجموش يتعاودو. دونك نجمو نعملو هكا. دونك كي نعملو لافيشاج، دونك 1 فيها 3 و 3 فيها 3. علاش؟ خاطر نحنا بدلنا في الإليمون الأولاني اللي هو الكلي إيقال 1 والفالور إيقال 2، بدلنا في الفالور رديناها 3. إذن لهنا الكلي ما نجموش نبدلو فيه، ولكن نبدلو في الفالور، خاطر ديما نحنا من الأول كي ننسريو الكلي هذاك انسريناه على أساس نعملو أسوسياسيون مع الكلي هذاك بفالور. إذا كنت قريت دوتر لونغاج دو بروغراماسيون، الاكيد راك شفت اللي فما دي ليست اسوسياتيف ولا دي اسوسياتيف اري، لي تابلو اسوسياتيف. علاش نستعملوا لي ديكسيونير؟ لي ديكسيونير يسهلوا علينا ان دي دوني ما نحطوهمش دو فوا في نفس الديكسيونير. نجمو ناندكسيو، او ناندكسيو واش معناتها؟ معناتها الانديس نتاعنا يكون اسهل في الاندكساسيون. شو معناتها؟ معناتها انا ديريكتومون نجم نعرف ليليمون تاعي بار اكزومبل حاجتي بتروا directement نقول بي 3، دونك نعرفها قداش، بينما في ليست لازمني نطلع الانديس نتاعها قداش باش نجم نكسيدي لها ديريكتومون. دونك لهنا ليتيليزاسيون نتاعو سا ديبون من الحاجه نتاعنا اذا نحتاجو له في البروغرام نتاعنا ولا لا. دونك نحنا اليوم باش نستعملوه في البروغرام نتاعنا. كيفاش باش نستعملوه؟ ديما الكلي متاعنا باش يكون يا نيميرو يا شين دو كاركتير، ما ينجمش يكون تابلو، ما ينجمش يكون ليست الكلي متاعنا. دونك لهنا الكلي متاعنا باش نستعملوه
دونك في التابلو بتاعنا ليست ماتيير. دونك قبل ما نعملوا حتى موديفيكاسيون خلينا نبدلوا في اسم الفاريابل بتاعنا اللي هو ليست ماتيير. ما عادش باش نستعملوا ليست، باش نستعملوا ديكسيونير. دونك خلينا نسيليكسيونيو الفاريابل بتاعنا وباليمين نمشيو للريفاكتور ونعملوا رينيم. فوالا علاش نعملوا في المرحله هذه باش ما نقعدوش نبدلوا في سامي لي فاريابل الكل ليست ماتيير. هاك علاش ليديتور دو كود نتاعنا لهنا يعاوننا. دونك في عوض ليست باش نكتبوا ديكت. فوالا دونك ننزلوا ريفاكتور ولي فاريابل الكل يتبدلوا اساميهم كما حبينا نحنا بالديكت في عوض الليست. فوالا دونك لهنا مازلنا ما بدلنا شيء، جوست بدلنا اسم الفاريابل نتاعنا. كالعاده دونك في الديكسيونير نتاعنا قلنا ما يبداش بكروشي وانما يبدا باللي بريسز هذوما. دونك بدلنا لي كروشي. ثاني حاجه لازمنا لي كلي. دونك باش نعملوا لي كلي نتاعنا دونك نعملوا لي دو بوين هذوما باش نفرقوا بين الكلي والفالور. اللي قبل الدو بوين باش يجي الكلي واللي بعد الدو بوين باش تجي الفالور. دونك الفالور لهنا نجمو نحطو اللي نحبو، نجمو نحطو شان دو كاركتير نيميرو ليست اللي نحبو نجمو نحطوه. دونك لهنا لي توبل نتاعنا ماناش باش نمسوهم نحنا، نجمو نخليوهم ونخدمو كان على الكلي. دونك في الديكسيونير نتاعنا اليوم باش نعرفو اللي كل ماتيير والكوفيسيون نتاعها ينتميو لانا ماتيير. اكيد راكم كي تشوفوه هكا ما تعرفوش يعني اما هي ماتيير ينتمي لها. دونك هكا بالديكسيونير توا باش نوليو نعرفوا شنو هي الماتيير اللي تنتمي لها، وجوست نغزروا الديكسيونير نعرفوا الماتيير ونجموا نوليو نفسخوا لي كومونتير هذوما. دونك اول ماتيير نتاعنا مات، ثاني ماتيير نتاعنا انفو، ثالث ماتيير دونك فيزيك، دونك بعد ما كملنا الديكسيونير نتاعنا عملنا ديفينيسيون نتاع الديكسيونير نتاعنا توا. فوالا توا باش نرجعوا للي كوفيسيون. دونك عندنا لهنا السوم نتاعنا اللي باش نضربوا النوت نتاع الماتيير في الكوفيسيون. اذا كان نشوفوا لهنا اللي كيما عملناها قبل اللي هي بالتوبل، ولكن هنا باش نغيروا ما عادش باش نستعملوا دونك لي دوبل كروشي هذوما الكل، وانما باش نفسخوا اللي في الخانه الثانيه دونك وباش نستعملوا لي كلي نتاعنا. فوالا دونك نحطوا لي كلي نتاعنا اللي هو مات. دونك لهنا اش قلنا نحنا كي نكتبوا ديكسيونير ماتيير مات شو معناتها؟ معناتها نحنا اكسيدينا للفالور اسوسيي مع الكلي مات. شو معناتها؟ معناتها نحنا تو كي عملنا دونك ديكسيونير مات نحنا لهنا تو عنا توبل 9 و 3 اللي هو متكون من نوت المات والكوفيسيون متاع المات. دونك اذا نحبوا نكسيديو للنوت متاع المات نحطو لهنا 0، اذا نحبوا نكسيديو للإليمون ثاني من توبل متاعنا نحطو 1. دونك لهنا اذا نحبوا نكسيديو للكوفيسيون باش نفسخوا البارتي هذه وباش نعوضوها بمات. دونك لهنا البارتي هذه دونك قاعده تكسيدي لل الفالور اللي هي النوت نتاع الماتيير، وبالنسبه للفالور هذه قاعده تكسيدينا للكوفيسيون نتاع الماتيير اللي هي المات نتاعنا لهنا. بنفس الطريقه باش نعملو في لي زوتر ماتيير. لهنا عندنا فيزيك دونك نحبو نكسيديو للنوت دونك 0 نفسخو هذه، نحبو نكسيديو للكوفيسيون نتاع الفيزيك دونك نعملو الكلي نتاعنا فيزيك ويل دونك نحبو نكسيديو لليمون الثاني في التوبل نتاعنا اللي هو عنده انديس 1. وبنفس الطريقه نكملو مع لي ماتير الاخرين. لهنا عنا انفو نزيدو الكلي انفو نفسخو دونك الكروشي هذايا، نحبو نكسيديو نحنا لهنا للنوت نتاع الانفورماتيك اللي هي 20، ونحبو توا نكسيديو للكوفيسيون دونك نعملو انفو في الكلي كالعاده ونحطو 1 في الكروشي على خاطر نحبو نكسيديو للاليمون الثاني في التوبل اللي هو دونك الكوفيسيون نتاع الانفو اللي هو هذا 2.75. بنفس الطريقه اذا نواصلوا مع لي ماتيير ولي كوفيسيون الاخرين. فوالا دونك لهنا نكونوا كملنا دونك الكالكول نتاع السوم متاعنا اللي هي ديما كالعادة قلنا
اللي هي دونك النوت في الكوفيسيون. توا باش نحسبوا لا سوم دي كوفيسيون. دونك باش نحسبوا سوم دو كوفيسيون بنفس الطريقه لهنا باش ناخذوا هذوما وباش نعملوا لهم السوم. دونك لهنا باش ناخذوا هذه اللي هي نتاع المات نتاع الانفو اللي هي هذه نتاع الفيزيك اللي هي اللي عندها لانديس 1 في التوبل اللي هي تجي الثانيه بالطبيعه. دونك باش نحطوها في لي كوفيسيون تاعنا كالعاده ليستواغ لهنا ناخذوها كوبي كولي فوالا. وعنا الاراب نجمو ديريكتومون نبدلو على الكلي ديريكتومون. وعنا الفرونسي والانجلي فوالا. اذا بعد ما عملنا السوم نتاعنا وعملنا الكوفيسيون جا الوقت باش نجربو البروغرام نتاعنا. دونك نجمو ننزلو ديريكتومون على ران فوالا. لهنا جينا السوم 199 والمويان دونك 12.65 اللي هو بنفس الطريقة. دونك لهنا المويان متاعنا للفرسيون الثالثة نخدموها بالديكسيونير. دونك اليوم تعلمنا الديكسيونير اللي يتكون من كلي وفالور. بطبيعة الفالور متاعنا ديما نجم جي كيما نحبو نحنا تيب ليست انت شين دو كاركتير اللي نحبو نحنا، ولكن الكلام تاعنا ما ينجم يكون كان شين دو كاركتير والا انت والا حتى ينجم يكون تيبل. ان شاء الله نكون ما طولتش عليكم وتكونوا استفدتوا من المقطع هذا ان شاء الله، ونراكم في فيديو جاي ان شاء الله على نفس القناة ديف برينز. وكالعادة تنجموا تلقاو الكود في الديسكريبسيون، تنخلي لكم اليان للارتيكل متاعنا اللي تابع الفيديو هذا. نتمنى انكم استفدتوا ونراكم في فيديو جاي. بسلامة.